اول حرق الدهون بصير جسمك دائما في عمليه حرق للدهون، وانت راح تحس بكميه طاقه رهيبه. ايش اتغدى؟ شو تغديت امبارح؟ ايش لازم اكل اليوم؟ الاوبشنز محصوره، انا مش عارف شو بدي اكل. نشغل الاضاءه الثانيه هيك، يمكن وضع صار احسن. ضبطها هيك. مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. بعد ما عملنا فيديو الفطور الكل بلش يسال اسئله انه انا شو لازم اكل. طبعا اكيد 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 ما حدا كان همه شو بده يفطر، الكل كان همه ايش المين كورس اللي انا بدي اكله على الغداء. اوكي، اول اشي خليني انا افرجيكم شو تغديت امبارح، افرجيكم شو تغديت اليوم ونبلش. حكينا عن الفطور والكل صار عارف ايش الاشي اللي هو لازم يفطر عشان يكون عم بمارس او عم بيكون على نظام الكيتو دايت، واللي هو نظام الحمية الغذائية المبني على زيادة نسبة الدهون في الوجبة وتقليل نسبة الكاربس للمينيموم، البروتين بنسبة قليلة، وانه انا ما ادخل سكر على جسمي. وحكينا انه انت ما تاكل خبز، ما تاكل سكر، ما تاكل الاشياء اللي ممكن تدخل لجسمك النشويات او ما الى ذلك، كل الاشياء اللي هي مصدر للدهون الصحية. اجتني اسئلة كثير، ايش ممكن ناكل، ايش ممكن نتغدى، طيب احنا افطرنا كذا او بدي ابلش في النظام، فشو لازم اعرف عشان اتغدى اليوم. بعد هذا الفيديو ان شاء الله انت بتكون قادر على انك انت تبلش في نظام الكيتو، فبلش من بكرة. صحصحنا، افطرنا، طلعنا على الشغل او رجعنا لنا او سوينا وات ايفر، المهم اجى موعد الغدا، ايش بدنا نتغدى؟ انواع الاكل اللي انت ممكن تاكلها على الغدا هي واسعة، يعني مش 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 مجال ضيق انك انت راح تحصر حالك فيه. انت عندك ability، مسموح لك تاكل دجاج، مسموح لك تاكل لحمة، مسموح لك تاكل سي فود، اسماك، مأكولات بحرية بكل انواعها، مسموح لك تاكل الكبدة، الكلاوي، الطحال، اللسانات، النخاعات، اللي كل هذا الاكل اللي في ناس كثير بتحبه مسموح لك تاكلهم. الناس اللي بتحب الفاست فود مسموح لك تاكل هوت دوغ، مسموح لك تاكل برجر، مسموح لك تاكل ماك، كي اف سي، يعني كل هذه الاوبشنز موجوده. الناس اللي بتحب الاكل العربي انت مسموح لك تاكل ملوخيه، مسموح لك تاكل باميه، مسموح لك تاكل سبانخ، كل الاكلات اللي فيها اللون الاخضر مسموح لك انك تاكلها. بس اهم شيء انك انت ممنوع تاكل رز، وممنوع تاكل خبز بكل انواعهم، سواء كانت سواء كان خبز اسود او اسمر، سواء كان خبز قمح، خبز ابيض، خبز نخاله، خبز حبوب، فلا هذول كلهم ممنوعين. اي مصدر للسكر، اي مصدر للكربوهيدرات احنا ما بدنا ناكله. فانت ممنوع انك انت تاكل حمص، فول، فلافل، ساندويش، بيتزا، ممنوع انك تاكل معكرونات، ممنوع تاكل هذول الاشياء اللي انت ممنوع انك انت تاكلهم. بطاطا ممنوع تاكل مطبوخه او مقليه او وات ايفر، هذا كثير مهم انك انت تبعد عن البطاطا، صينيه البطاطا مع دجاج وات ايفر، تقدر انك تاكل صينيه البطاطا بس ما راح تاكل البطاطا نفسها، راح تاكل الدجاج. وبهمني كثير الاضافات اللي انت ممكن تضيفها على الاكل، يعني انت ممكن تاكل كل هذا الاكل اللي احنا حكيناه، ممكن تاكله مشوي، ممكن تاكله مقلي، ممكن تاكله مطبوخ، باي شكل انت بتحبه، ما عندي اي مشكله في الموضوع. لكن لما انت تيجي تاكل هاي الوجبات بدك تحكم شوي في النسبه، يعني ليتس سي شخص طبيعي اللي بده يتغدى ممكن ياكل نص دجاجه مشويه او نص دجاجه على المشويه على الشوايه او على الفحم او مقليه او مطبوخه وات ايفر، اكل الفخذ، اكل الجناح، اكل الصدر، اكل الظهر، اي جزء من الدجاج او اللحم انت ممكن تاكله. اللحم ممكن تاكله مشوي، مطبوخ، مدفون، شو مكان نوع او طريقه تحضير الاكل انت ما عندك مشكله في الموضوع. نفس الشيء السمك والمأكولات البحرية، سواء انت اكلتها مطبوخة، مقلية، مشوية، فهذا الحكي كله مسموح لك انك تأكله. لكن اذا انت رحت باتجاه الاكل المقلي، فانا بفضل انك انت الاكل يتم تحضيره او قليه مش في الزيت النباتي، لا بدنا نتوجه لنوع زيت ثاني. ما راح تروح تقلي بزيت الزيتون لانه زيت الزيتون ما بيتحمل درجة الحرارة العالية، فانت راح تروح تقلي باما الزبدة، احنا حكينا عنها مصدر دهون كثير منيح، او شيء اسمه زيت جوز الهند، البنات كلهم بيعرفوه، كلهم بيستخدموه للشعر او للبشره او وات ايفر. لكن انت ممكن انك انت تستخدم في انواع زيت جوز الهند اللي هي للطبخ ولتحضير الاكل. المنتجات الامريكيه والمنتجات البريطانيه هي احسن انواع، يعني ما تروح مع المنتجات الهنديه، روح مع المنتجات الامريكيه
او المنتجات في يو كي، معناته احنا عشان نقلي الشيء او عشان نقلي للناس اللي ما بتحكي بالقال وقلنا، للي بده يقلي او يقلي او يقلي الشيء، فهو راح يستخدم زيت جوز الهند او يستخدم الزبدة. ايش ممكن انا اضيف على الوجبة تبعتي؟ يعني انا اكيد ما راح اكل لحمة لحالها او الدجاج لحاله او whatever. انت ممكن تضيف على الوجبة تبعتك ممكن شحتين ثلاثة بصل اذا بتحب البصل، نص حبة بندورة، نص حبة خيار، بروكلي، بقدونس، جرجير، خس، سلطة، ممكن تاكل صحن بسيط من السلطة مثلا. فانت كل هاي الاشياء انت ممكن تضيفها على الوجبة تبعك، وراح احط لكم لينك عن ايش الاشياء اللي ممكن تتسوى او تنضاف على الوجبات، تقدر تدخلوا عليه وتشوفوا ايش هم الاكلات اللي ممكن تاكلوها كمين كورس، او حتى ممكن تتصفحوا الموقع تشوفوا ايش الفطور او whatever، لكن هو باللغة الانجليزية. بعد اللي حكيناه هذا، نسبة الكربوهيدرات اللي انت لازم تدخل لجسمك خلال اليوم كامل لا تتجاوز 20 ل 30 جرام. احنا بالنسبة للدجاج واللحم بنحكي almost zero كمية الكربوهيدرات اللي راح تدخل جسمك، فما بحسب المين كورس اذا اكلت دجاج او لحمة كأنه مصدر للكربوهيدرات، ببلش احسب بعده. هلأ كتير ضروري تعرف انه اذا انت رحت تاكل في KFC مثلا، ما تاكل الجلدة تبع الدجاج، بتزيل الجلدة تبع الدجاج وبتاكل قطعة الدجاج نفسه، وما تاكل الجلد اللي هي زي كأنها اللي محطوط عليها القرشلة او الخلطة تبعت المطاعم اللي بتقلي الدجاج او اللي بتحضر الدجاج. اذا رحت تاكل في مطعم بيعمل برجر مثلا، فانت اذا بتروح مع البيف برجر او مع البرجر اللحمة، فبكون كثير احسن انك تروح مع الدجاج، لان الدجاج فيه عليه الطبقة اللي هي ممكن تكون بتزودك بالكربوهيدرات. سواء رحت تاكل برجر او بدجاج او بلحمة، فانت ما تاكل الخبزة تبعه، بتقدر تاكل كل المكونات الداخلية. الكل راح يحكي لي يا ترى انا رايح اكل اصلا البرجر عشان اعمل هيك، انا بالنسبة لي بعمل هيك، وانا اصلا يعني لاحظت انه بصراحة كثير احسن اني اكل الخبزة، اسكب يعني بيطلع الاكل أزكى، لأنه الخبز مرات نفسه بيكون مش بالطعم المطلوب، أو يمكن أنا تعودت على الموضوع. الهوت دوغ بتقدر تقليه، بتقدر تشويه، بتقدر تعمل اللي بدك إياه، لكن بكل هذه الوجبات اللي أنت قاعد تتناولها وبكل هاي الأصناف اللي أنت ممكن تاكلها، ضروري إنك تضيف مصادر الدهون اللي هي ممكن تكون جبنة، ممكن تسيحها مع الأكل أو تاكلها زي ما هي. الجبنة بكل أنواعها، الشرايح، الجبنة القاسات دهن، أو الجبنة اللي في المثلثات، أو الجبنة تشيدر، أو الموزاريلا، كل أنواع الجبنة أنت ما عندك مشكلة إنك تروح تأكلها، لأنه هي مصدر منيح للدهون. معناته حكينا جبنة، زبدة، مايونيز، هدول مصادر منيحة للدهون. إذا بتضيف أفوكادو بيكون كثير 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 منيح. وبهمني كثير إنه خلال اليوم تستهلك ما مجموعه ضمة واحدة من الخس، البقدونس، الجرجير مع بعض هذول، لأنهم راح يسهلوا عملية الهضم وتليين المعدة عشان يساعدك في عملية الإخراج. طيب هيك بشكل كثير سريع أنا بكون حكيت إيش الأكلات اللي أنت بتقدر تتناولها على وجبة الغداء أو كمين كورس أو كطبق رئيسي أنت بدك تغدى عليه. طيب هلا أنا إذا أكلت هذا الأكل بنحف، ديفينيتلي أنت إذا بتتبع هذه الحمية بتنحف. ليش؟ لأنه أنت هلا جسمك أول فترة باي ذا واي عشان تكونوا عارفين راح يدخل في مرحلة الشوك، إنه هو بيحاول الدماغ يوجه الجسم لأنه يستهلك السكر من المخازن الموجودة فيه، راح يضل يستهلك السكر لمرحلة انه هو مش ملاقي هذا السكر، يعني بطل فيه في الجسم عندك سكر. فأول مرحلة شوي راح تحس بحالة من الصداع، أو راح تحس مثلا ممكن توتر شوي، عدم تركيز شوي، يمكن يجيك شوي وجع في المفاصل، لكن كل هذا الحكي أنا عم بحكي عن فترة أول 3 ل5 أيام. بعد 3 ل5 أيام راح تنصدم انت من حالة الconversion، من حالة التحويل من المرحلة اللي انت كنت فيها لمرحلة انك انت قاعد تستهلك اشي اسمه كيتوجين. الكيتوجين هو اللي هو الشيء البيسك اللي بيحلل اللي بينتج من تكسير الدهون او من حرق الدهون، واللي بصير الجسم يستخدمه كمصدر للطاقة. ولما انت تحول لحرق الدهون بصير جسمك دائما في عملية حرق للدهون، وانت راح تحس بكمية طاقة رهيبة، كمية الطاقة عندك في الجسم راح تزيد، جسمك راح يصير أنشط، كمية التركيز راح تصير أعلى، عمليات الحسابية والتفكير والعمليات الذهنية كلها بتصير أنشط وبطريقة كتير كلير، أو بطريقة كتير خليني أحكي صافية، لدرجة إنه أنت عامل التركيز عندك بيعلى بشكل كتير كبير. المعدة بترتاح أكثر، لكن مع أننا حافظ على النسب اللي أنا بحكي عنها. في اليوم إذا أنت كنت مثلاً تأكل نص دجاجة مع خبز مع رز مع هذا الأكل بالعادة، فإذا أكلت نص دجاجة فهو وضع كثير منيح. إذا كنت أنت بتأكل أكثر فأنت ما عندي مشكلة أنك تزيد شوي نسب الأكل، لكن ليتر أون راح نصير نتحكم فيها، ما راح نحرم حالنا من الأكل، راح نأكل حتى نشبع، ما تقوم جوعان، بس
ما تقوم متخن، يعني ما تضلك تاكل لدرجة انك انت توصل لمرحلة التخمة. وهيك بكون حكيت، ما بدي اكثر اكثر من هيك في الحكي بهذا الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله بدي اوضح ايش الفوائد اللي بتعود على الجسم من انك انت تمشي في نظام الكيتو دايت، وان شاء الله الفيديوهات لاحقة رح نحكي كمان ايش السناكس اللي انت ممكن تاخذهم، ممكن نحكي ايش السويتس اللي ممكن تاخذهم او الحلويات او الديزيرتس اللي انت ممكن تاخذهم وانت على نظام الكيتو، علشان ما تكون اصلا حرمت حالك من اي شيء انت بدك اياه. راح شوي تغيب عن بعض الاشياء اللي انت متعود تاكلها في البريك ان شاء الله، او لما توصل لمرحله البريك بعد الفتره الاولى اللي هي 60 ل 70 يوم، هاي كثير مهمه. بعديها بتاخذ بريك تاكل فيه اللي بدك اياه، بتكون ان شاء الله نزلت كميه كيلوغرامز اكثر من اللي انت كنت تتوقعها. ويعطيكم ألف عافية.